شاء الله بصمتي تكون على الطيارة هذه بجطلها الاندونيسيا العشير الى اندونيسيا. دج والحياة سعيدة. هلو. بسم الله توكلنا على الله لا اله الا الله محمد رسول الله. الى اندونيسيا بعد 3 ساعات ونص نوصلها، وهذه بانكوك من المطار القديم. بعد شوي نشلع فوق الغيم باذن الله. بانكوك شوف الغيم، احنا دشينا الغيم صارت. نجي عند هذا عشان ناخذ كرت سيم كارت. جينا عند البقالة هذه، تمام، الخط 250,000 في 11 جيجا، وفي مكالمات ساعتين. اللي هناك لا اغلى، فيها 10 جيجا 300,000 و5 دقائق بس. ويلكم تو اندونيسيا جاكرتا. خذينا السيارة الوسطى المدينة جاكرتا، 250,000 عملة هذه اندونيسيا. للعلم سعر التذكرة بانكوك جاكرتا بانكوك يعني تايلاند اندونيسيا تايلاند 53 دينار كويتي. No, thank you. شكراً. هذا مجمع مانجادور. هذا المكان مجمع سكني مع مجمع تجاري. هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكراً. هذا مجمع تجاري. زين، خلينا نشوف سعر الصرف. اللي معاي اخوي ابو عبد العزيز قال لي ابو سعد لا اسمي ولا شكلي. قلت لك شوف هني الصرف 6,525,000 ال 15,000 باط. هذا سعر الربية قصدي. ترى تري مكاسي. تري مكاسي يعني شنو؟ يعني كابكون كاب. كابكون كاب. كابكون كاب يعني عفوا. يعني عفوا. يعني بيتشن بالألمانية. ورحنا مكان ثاني 6,600,000 ال 15,000 باط. مطار تايلاند 4,000,000 وخدة. مطار جاكرتا 5,000,000 وخدة. داخل المجمع هني بجاكرتا 6,600,000. وش طلع؟ 15,000. ما ادري عنه. شوف الحين غير رايه، قال له 4,800,000. شكرا. يبي يجطلني. يا الحين خلنا نروح للثاني. شوف مشيت، قال عطنا الجواز، مشيت ونسيت جوازي، لحقني وقال خذ جوازك. شوف المخ ونيته مو مضبوط، اول شيء سعر والحين سعر ثاني. نروح الاول شيء اللي هناك. شوف مكان البنك، الله يعزك يا وطن ولا منتهم. يلا خلينا نجرب هذه. حدها 2,500,000. يلا الله الله يعطيك. واجطلهم يا العشير، هذول 2,500,000. للعلم انا بطاقتي فاتحها قلت من الكويت على اني باندونيسيا لا تهج. شوف وصلني مسج 2,500,000 56 دينار كويتي. فلوس تايلندية خليها معاي لاني راجع بعد بكره حق تايلند. صرف اللي سحبت بالبطاقة تقريبا نفس صرف الكويت. خل بطاقتك معاك أمورك بالسيفتي. اندونيسيا. شوف الصدفة. السلام عليكم. هذه كسر بخور. هذا بخور اورجينال. اورجينال ما شاء الله. اورجينال
عشري اكبر كسرة بخور شفتها بحياتي هذه قيمتها 22,000 دينار كويتي وزنها 7 كيلو. صورت معاها انا مصدي معاي ترى. لحظة هو ايش قالك؟ 100,000 دولار. 100 سعرها 100,000 دولار. كم؟ 32,000 دينار كويتي. 34,000 دينار كويتي. وزنها 7 كيلو. طبعا ما تسوى السعر هذا، هي اقل. شوفونك عرب وهذا سعر فوق. هذا شافني مالينو. انا شوف نزلها مالينو. هذه هاو ماتش؟ How much today? 500,000 dollars. 500,000 dollars. $500. Yeah. No, too much. شوف حط لي دهن عود. إنزين. هذا بكم؟ 150 دينار تقريبا. هذا الكسرة الكبيرة. Oil. شمها والله كويس. give me بغيت حرك شوارب. كويس. فيها نوع من انواع الرمث شوي مع البخور صح؟ ريحة الجطل. ريحة الجطل. ريحة الجطل. يقول لي ابو عزيز ريحتها جطل. قال لي ب 400 دولار. انا وين جاي اشتري؟ ابو عزوز يبي يشوف بعد مداخله شوي. حلو تفضل. ابو سعد. هلا. في بخور اندر ووتر من اغلى انواع العود. ايه اندر ووتر؟ اندر ووتر اغلى انواع العود، في بعضها تكون ريحته سيئه. حلو. مو شرط العود كله يعني يكون ريحته مضبوطه. حلو. اي فهذه عادي. هذه عادية. ترى جدا. حلو. لو فيها خير ما اعطاك اياها ب 400 دولار. حلو. هذه رسالة لسعد بريتش ابو طلال. انا قلت له شلون تصويري يعني لهذا؟ قال ابو سعد اصبر خلني اروح الفندق اشوف صنابك صح وانت وياي. لازم. هذا الفندق. هذه غرفتي. ها جايك لا تسكر. يلا اوكي. نصبح. كامينج. تفضل ابو عزيز. هذا الغرفة ما شاء الله. زين. دفعت بطاقة البنك العادية. زين نفس الكينت عندهم. 1,300,000. جاني مسج من الكويت تقريبا 30 دينار ليلتين. يعني اطلع عقب باشر الظهر ان شاء الله. للأسف يعني غابت الشمس ولا كنا نروح البرج ما أدري شنو اسمه. شوف حتى أخذت مصتي معاي شريت أغراض طلعنا الشمس غايبة. قطع جنطة فندق وروح المناص ما أدري اسمها تكفر فيها. يلا تبي تعرفون شنو النكبة؟ شوف راعي التاكسي هذا هو ثاني مرة ينزل. زين ويسأل وين المكان اللي حنا نبيه. طلع مو اللي بجوجل ماب اللي حطيته سنترال. يلا وين والله يسأل. جاكرتا سنترال. اوكي اوكي جود سنترال جاكرتا نبي نشوفه. يلا يلا بامانك من النكبات تامنا حتى باندونيسيا النكبات لحقتنا للحين. الرجال مضيع. شوف والحساب بتحسب. روح دور هج. شكلي يا بناء ما وصلنا. ما شاء الله اندونيسيا كلها مجمعات كأنها مانيلا الفلبين. قلنا له بيج مول حسبه اسمه بيج مول. لا حول لا طفت سيارة. لحظة بسوق السيارة. لا لا بعز استك تمت والله تمت الحين. والله يا طيب تعال اسكوز مي يا طيب. زين يلا نكبات لحقتنا حتى باندونيسيا. يلا نروح. يا سرع البقالة يقول وين اسكوز مي. تعال انا ادليك. كم هاي ام درايف. انا درايف. تعال
ما تدل اركب اركب انا ادليك اركب 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 لعبت ابنا لو ماني جو جو اي ام فور جوجل ماب جو اوكي ايش رايك يا ابو عزيز تسوق حنا الوقت راح علينا ايش رايك الفندق الفندق قول له قول له اسكوز مي جو ماي هوتيل اي بيس اي بيس جو هوتيل اوكي اي 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 هوتيل هوتيل ماي هوتيل روم ما هونا ما نبي المجمع خلاص خلاص المجمع خلاص ما نبي المجمع جو هوتيل هوتيل خلاص جو ماي ماي روم هوتيل مجمع تمشى هونا هونا نكبات شفنا المجمع هذا حلو قلنا له وقف خلاص اوكي هذا دس ها هذا دس مي بلاي مي بلاي شنو مي بلاي تايلندي ها مو مي بلاي ها وقف وقف هنا عند هذا ايوه ثانك يو ثانك يو انا اشوف حسابك كم جطلتنا يا العشير هاك هاك ثانك يو ثانك يو سلامات شكرا تري مكاسي ايه شو اسمها تري مكاسي تري مكاسي تري مكاسي تقول اندونيسيا دولة فقيرة ها شوف المجمعات وشوف المولات احنا عندنا المجمع الافنيوس وكاشخين فيه قدام السعوديين ها ونقول هذه دولة فقيرة الكويت صايرة دولة فقيرة شوف المجمعات هذه اندونيسيا الدولة الفقيرة وشفت نفسهن بالفلبين نفس المجمعات هذه افضل من الكويت هذا اللي دول فقيرة احنا صغيرة و غنية شلون الوضع جطل ودكشن العشير حالات تنزل برنامج قراب شوف وطقه بالتليفون ووديك لهم تسعيرة شوف هذول كلهم قراب وبرنامج ثاني اسمه جو ما ادري ايش اسمه شوف شوف النكبة عادي بغيت اقعد على الرصيف اريح لكن شوف الحدايد ما تبين الله ستر ما قعدت شوف المجمع شوف شوف ما شاء الله اذا تحسبونها يعني خراب اندونيسيا لا في احياء فقيره واحياء مجمعات نفس الفنيوز فنيوز قوي فعلا قوي شوفوا يا اخوان الكويت روحي ودمي وحياتي انزين لكن شنو اللي غبطني انا رحت لدول كثيره سياحه وشوفوها باليوتيوب يعني كلها وثقتها اللي يقهرني وحرني اني اجي دوله فقيره ان قالها دوله فقيره تكون متطوره اكثر مننا معنا احنا عندنا فلوس اكثر منهم تجار تجارين ثلاثه من ربعنا بالكويت يطقون يسلفون الدول هذه اللي هي متطوره اكثر منا والله يعطونهم سلف دير بالكم على الكويت انا ماني طالب توني متعشي لكن بشوف شلون الحركات كم سعره هذا شو اسمه مليون و 990 المليون مليون و 940 دينار يعني انا مالي بهذولي والله اني اخذ لي تكرمون جوتي ها ثلاث دنانير وكده كد ومضبوط لكن يضيع يشطلون اللي عندي عزيز لحظه ودك هذا بيت ابوك هذا لو بيت ابوي وطاردك ابوك ما يحبك ما يحبني شو اسوي نكبه من امه من نكبه ايوه هلو جود مورنينج ودنا للبيت صليبخات قطعه ثلاثه ها ثانك يو اوكي صليبخات صليبخات قطعه ثلاثه ها لا توديني الجهره يا يا جو ثانك يو Thank you so much.
يا ابو عزيز شلون تتابعني وانا موجود معاك؟ لا احلى قل والله احلى احس الموقف يعني حتى احنا نسير معانا احسه فيلم عرفت؟ لا مش حلوة ما شاء الله حركات هذاك برج مناس واخر يا الباص يا طيب بس تسكر عليه إيه هذا هذاك برج مناص هذا ما أدري من شو يسمونه من معالم السياحية من معالم الدنيس حلو شوف الباص ليش بابا فوق أنا أقولكم لأن هذا ما يوقف بالشارع في محطات نفس الصبات كذي يصعدون من فوق شوف هذه 100,000 يعني كم 100,000 دينارين و 200 فلساك شوف حسابه هناك كم 58